وائل، وائل على راسه بالرسالة الطابل على دي أمينو لرودريك، العائل بده يشيد لك تاكر بده له يا للكنعان شو ذكي التمرير رودريك بمر لبرا عند ايبك اللي بيسدد عن الارض وبيسجل ريباوند لوائل عراقشي فاست بريك لأميرو تحت السلة اي لاف ذيس جيم. كمان جاي بياخذ التسديدة الثلاثية بيسجل وائل لا فاتكوفيتش فرانكو بنزل لأمينو لا 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 أمينو تحت السلة جي يونغ بلاد بسجل جي بريك وائل عراج على ما يعد التبديل تمريرة بتوصل لأمينو تحت السلة اند وان للاعب النيجيري باوندر لهلا بالجيم ايبي عم يسدد على الارك بسجل بيك ايبي بيخترق على السلة ما بينجح بالمحاولة بتابع وبسجل فرانكو تباتكوفيتش اول ثلاثية لفريق الرياضي بالمباراة لوائل العراقجي بيخترق السلة وبيعطي التقدم لصالح فريق الرياضي امينو لجان عبد النور بسدد المسافة المتوسطة ممتازة هالتسديدة يا جان يلعب الفريق بيعمل ارتكاز واحد بصير عنده مس ماتش بالهجوم اي لاف ذيس جيم يا اللي بيخترق بيعطي برانكو من جديد يلي بسدد على الارك بنجاح كان براون لوائل وائل كمان بياخذ المحاولة الثلاثية من جديد على فريق بيبلوس امينو اي لاف ذيس جيم قد ايه الفارق ايبي اي لاف ذيس جيم جاي يونغ بلاد بيخترق بسجل جاي يونغ بلاد بطلع من جديد لايبي اللي بسدد على الارك بسجل اللاعب النيجيري عبد النور لامينو بيعمل درا لا لا ما معقول يا امينو بعد مباراة ميروبا مباراة الرياضة بس هون المباراة بعد ما انتهت كاملة كاملة لصالح الفريق البيروتي محاولة ثلاثية لصالح الفريق الرياضي رودريك عائل محاولة ثلاثية بسجل أولى نقاطه بالمباراة رودريك